سميتي أمينة، عندي 33 عام. المشكل اللي عندي أختي هو ديال السكن، ساكنة في براكة فوق السطح، كارياها ب10,000 ريال. أنا وليداتي 7 الوليدات، كانوا عندي 8، مات لي وحدة داك العام. طوالت ما عندناش عام اختي، هادي من نهار دخلت لها الدار وانا كنبول في السطل. حاشاك، انا وليداتي يعني نفس السطل، راه ميكروب بحد ذاته بعدا. هما صغار وانا كبيره وخوتهم كبار، كنا مشاركين نفس السطل. هادشي الحاله يورتها لها، انت كتشوفي العيشه. كنحس بالدرب وكنحس بحالشي جلوي ومغروس عليا بقلبي من جيتو. ما كنرتاحش فيه، ما كنشوف فيه، وكنبقى نبكي. طبتهم بزاف. اش نقول لك، احساسي ما تيتوصفش بزاف. والله ما كرهتش كاع على تصلفقني باش نفيق. لحقاش ما نكذبش عليك، كنت عايشه واحد التشرد اللي هو بزاف نيش. كنقول محسن ونشوف تيفي، الله يجازيكم بخير، وكنشكركم بزاف، وانتم راه نقدتوني ونقدتوا عائله اللي كانت غاده. فهمتيني، ما عرفناش المصير ديالنا كي كان غيكون. غنجمع وليداتي وسيرتو. حاشاك، ما كانش عندي حتى طواليط، ودابا طواليط والدوش وكل شيء وكوزينه. انا كيفي كيف الناس، غنعيش عيشه ديال الناس. والله حتى فرحانه بزاف وحق الله. وراي كامل، الله يخلف عليكم، الله يستركم على هذا الشهر المبارك. فرحتونا، يعني انا بالنسبه لي راك عايشه في زنقه، ما عندي لا دار لا والو. وباش تجي وتولي عندك دار، ما تيقتش. فهمتيني، راه ديما كنقول شي هادشي بصح، واش هادشي بصح؟ كسع ربي كبير، الحمد لله، محمد ربي وشكرته بزاف. وكنشكر حتى المحسنين بزاف اخويا. انا ما كانش عندي حتى شي ورقه، يعني كلشي مشى تحت رجلي، ما تيش حاجه اللي غتثبت. باسبور راه وافي. كنقول محسن ونشوف تيفي، الله يجازيكم بخير، كنشكركم بزاف. وانتم راه نقدتوني ونقدتوا عائله اللي كانت غاده. فهمتيني، ما عرفناش المصير ديالنا كي كان غيكون. المحظوظه رقم 5، وهي رقاص مينا، واللي عندها 7 الوليدات. اللهم بارك. اجي قربتي تكملي فرقه مع حد معنا. السي الناصيري، زيد 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 يا حبيبتي، تفضلي تفضلي معنا. قربتي تكملي فرقه ديال الكره، زيدي غنديهم يلعبوا. زيدي، نخليكم مع الفيديو ديال رقاص مينا. كي دايره؟ لاباس ربي. مالك يا اختي مخلوعه؟ لا لا، مالك مخلوع؟ الفرحه فرحانه ياك. ايوا ورينا الفرح، ورينا. الحمد لله فرحانه. ما متيقاش؟ لا ما متيقاش. لا تيقي حقيقه، والسويرتات كاينين، والعداد ديال الضو كاين، وليداتك غيلقاو بريط ما فين يلعبوا. ياك حبيبتي، ربي كبير. الحمد لله، ربي كبير، ربي كبير. ما عندكش مشكل نعاودوه. فين باغا تمشي؟ باغا نبقى في الدار مع وليداتي. باسبور ان شاء الله، غتبقاي تي وليداتك، غتسافري تي وليداتك،
والف مبروك عليك. ما كاينش ما صعب من اننا نقولوا ان ما عنديش. هي ما كانتش باغيه دار، كانت باغاه طواليت. للاسف الشديد غنعيطوا على الاستاذه المحاميه والحقوقيه استاذه مريم الادريسي من اجل انها تسلم. انا عرفت انها غتعجب هذه الحاله، ان هي تعطيها المفتاح، لان بحال هذه الحالات كيدوزوا كثار عند الاستاذه، واكيد ما كيفهم المراه وما كيتعاطف مع المراه الا المراه. استاذه مريم، اولا هذه البادره الانسانيه الرائعه في هذه الليالي الرمضانيه المباركه العشر الاواخر، كنوجه التحيه لهذا المحسن القناه شوف تي في بكل الطاقم ديالها وعلى راسهم المدير العام. انا فرحانه بزاف ومتاثره ايضا، لان ما شاهدناه اليوم يعني كيخلي الانسان يحمد الله ويشكره على الصحيحه، يحمد الله ويشكره على اي حاجه، اي نعمه عطاها لي الله. حنا كلنا فقراء، كل منا يفتقر لشيء، ولكن الحمد لله كنكملوا بعضنا البعض، والتضامن هو من السمه او من السمات الجميله ديال المسلمين في هذه الايام المباركه. عواشركم مباركه مسعوده. بارك الله عليك. ومن احياها كانما احيا الناس جميعا. تخيلوا معنا هذا المحسن شحال من نفس احيا، شحال من كرامه رد، وشحال من ماء وجه حفظ. الله يجعلهم لي في الميزان ان شاء الله المقبول عند الله. شكرا مره اخرى لاستاذنا الكبير، استاذنا العظيم، الاستاذ الانسان، الاستاذ اللي قلبه حنين وقلبه كبير. الله يحفظ ليه وليداته ويخلي ليه المدام ديالو اللي محنتها حتى هي. راه ربي سبحانه وتعالى ما نعرفش كيفاش غنوصف، لان حتى هي كتساهم في هذا فعل الخير. حتى هي كتشوف الحالات وكتبقى تقول لي هذه تستحق وهذه تستحق، ما كرهاتش حتى هي تعطي كل شيء، تعطيهم ديور. وشكرا مره اخرى للاستاذ سعيد الناصري اللي حاضر معنا واللي حتى هو كيتفاعل مع هذه الحالات الانسانيه. اليوم شفنا فيه من غير السياسي ومن غير الرياضي، شفنا فيه سعيد الناصري الانسان. اذا تسليم مفتاح الشقه. ايه بيان سور تسلمي لها. وي اختي مالكي؟ قولي لي مالكي؟ مالي ها؟ فرحانة. ايه فرحانة اختي، جمعي وليداتك. بقى مسكينة ما متيقاش. ما متيقاش. خذي لالا خذي لالا السيرة. عندها واحد سيقي خذي سيقي، راه سوارتك هادو والله حتى سوارتك، وهذه الكونطرا ديالك، وهذه راه مسكينه، راه لا اله الا الله سبحانه وتعالى، راه ما كان عندها والو السيده مسكينه، راه لي بوزوان ديالها راه ما كانش كتلقى فين ديرهم. إلى جا سيدنا محمد الله معاه الجلعان. ما كان عندها والو مسكينه، عند الله سبحانه وتعالى. وما كاينش ما صعب ان الانسان تيقول لك راه لي بوزوان ديالي ما لاقيش كنديرهم في السطل، انا وليداتي السطل مشترك. ها اللي عندكم الحمام والبان ما عرفتش شنو، هذا فينا وهذا لهيه وهذا، وقولوا الحمد لله، قولوا الحمد لله وقولوا الشكر لله. امالين الجاكوزيات امالين، قولوا الحمد لله والشكر لله. اذا شكرا شكرا شكرا. الارزاق الارزاق الله سبحانه وتعالى كيفرقهم على العباد ديالو بطريقته. الله سبحانه وتعالى بغى يشوف الغني وبغى يشوف الفقير وبغى يشوف اللي عنده وبغى يشوف اللي ما عندوش، ولكن اللي عنده راه ما خصوش ينسى اللي ما عندوش. راه ماشي حرام ان يكونوا الناس عندهم اغنياء، راه ربي عطى الغني باش ينفق على الفقير. اذا تفضلي. تبارك الله عليك. والشيقة تايقه شكرا بزاف قناه شوف تي في، كنشكرهم بزاف، كنشكر خويا علاء وايوب والمحسنين، وشكرا لك اختي فاطمه الزهراء تانتيه، والله يكفي لهم اجر ديالهم حيت اجر عند الله كبير بزاف، والله يجازيهم بخير. وكنوعدوك ان اي ورقه خصاتك لوليداتك غادي نوقفوا معاك. ما حد معنا الاستاذه مريم الادريسي غادي توقف معاك في وريقاتك وريقات ولادك ان شاء الله، كلشي الوريقات غتصايبيهم. ولا بغيتي ديري فرقه ديال الكره احنا معنا سي سعيد الناصري، حتى هو هو معاك. تبارك الله الله يسترك. وزغرتي عاد سيري. هاتي عليك عليها على مينا.